أخبار الظهيرة من قناة رؤيا، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم بقطر. صندوق النقد الدولي يشيد بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الجزائري. أمطار غزيرة ورياح قوية عبر عديد الولايات الساحلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن أمس الاثنين بعد حضوره الأحد بالدوحة حفل افتتاح مونديال قطر 2022 بدعوة من نظيره سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. في خبر آخر، أعلن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عن صاحب السجل التجاري عن كل الحافلات التي لا تحترم إجراءات السلامة كالتناوب على السياقة في المسافات البعيدة. وخلال جلسة استماع لوزير العدل بالمجلس الشعبي الوطني، شدد طبي على ضرورة إعادة النظر في قانون تنظيم حركة المرور وسلامتها رغم تعديله في 2004 و2017، لكن مازال لم يحقق المراد منه. وفي الشأن الاقتصادي، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جيني فيردري أن أفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسناً ملحوظاً راجع أساساً إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد. وأوضحت فيردري خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر أن الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشاً يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية. وفي أحوال الطقس، أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء عن تساقط أمطار غزيرة وكذا استمرار هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات شمالية. وحسب النشرية، فإن كافة الولايات الساحلية ستشهد استمرار هبوب رياح قوية طيلة يوم الثلاثاء إلى جانب تساقط أمطار رعدية غزيرة. وفي غرائب الحياة، رضيعة تنجو من الموت بعد إلقائها في النهر. نجت طفلة برازيلية حديثة الولادة من الموت بأعجوبة بعد أن ألقيت من أعلى الجسر إلى النهر وهي داخل حقيبة ظهر. وقال شهود عيان للشرطة العسكرية أنهم رأوا رجلاً يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي بالبرازيل. ومن حسن حظ الرضيعة أن صيادين كان تحت الجسر شاهد الحقيبة وهي تصطدم بالنهر فالتقطها، وبعد فتحها تفاجأ بوجود طفلة صغيرة داخلها. نهاية النشرة، في أمان الله.